جبتيني هادشي اللي علاش قلت لك الثلاجه ديها اختي الله يرحم لك الوالدين. حشو ما تقولي هاد الكلمه هادي حتى رمي داك السيد اللي مجوجه بي انت راه مرت راجل انا ما خفتيش مني خفي الله يرحم لك الوالدين ما باقا تسوني عليه ما باقا تقربي لي انا كنهضر معاك فوتي عليك ولدي قال على عينك وش وليدي ما خاصناش ما بقيتش انا غنتزوج ما والو ما بقيتش انا بغيت كلاش وليدي ما خاصنيش ما خاصنيش نتزوج علاه كملتك واي والله واش تصيد مصيد عليا وتي دابا تصيد وي ما تكحلك ولا ما تحرق صيد وتي عام غبونك حكوا لي انا لما بغيت نكحل واحد ما كيجيش غير ثلاثه ديال الليل واخا مادام اختي كحل راه هادشي اللي كديري ما غادي يبغي لا ربي لا عبدو راه حشومه عليك تزني في قلب دارك احترمي داك الراجل اللي مجوجه شنو باقا باغا خويا لا راه صيفطت لي الوالد واحد الميساج ديال قال قالوا علقكم قبيله مني جيتي حتى بعد كتعلق فيهم غير شويه مالك هزاتك الرعده مالك لا لا انا وانتما بقيتوش باغي نخدموا صاحبي والتليفونات تعجبونا فيهم تشدوهم النهار كامل وانتما شادين التليفونات وشي حاجه اخرى ما كاينه غير شويه حطوك في ستات لي قاعدهم لي قاعدهم لي فين لي حطهم هنا اخ وراه دوك القوامج حطهم هنا غير يتكمشوا حيد القوامج من تمايا اخ شنو مالكم اصاحبي مالكم وانتما باغيين داك الفلوس باركين ولا شنو هادشي راه ما خدامش هاك سوا مليوحه مليوحه تما علاش مليوحه علق هاد القوامج عزهم علقهم هادي راه ماشي خدمه لا بغيتو تخدمو علقهم كاملين ديرهم بلاصتهم لهي راه العلاقه فينا هي دابا واش نعلقهم هادو هنايا ولا لهي ولا علق لهي 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 وقت لي حطهم لهي دابا تجي لي علق هادوك عيد ما عندهمش علاقات هما اللي تجيب لهنا هادوك علقهم في العلاقه زيد في العلاقه راه فيها زياده معلم نعم والله نطلب منك واحد طلايب من الدجاج ملي قالت الصباح بلا اشنو راك عارف دابا كاين انا والوالده وخضرك تخسر لينا والدجاج والحم ناخذ واحد التليليجه شفت واحد التليليجه دايره 2500 درهم في الفيسبوك وانا عديها 1300 درهم بغيت كتزيدني واحد 1000 درهم وقطع عليا من السيمانه هذو ديالك عارف واش نقطع لك انا رمضان هذا وكورونا هذه والنمسه عطيتك 10000 وخدمتي سيمانه عطيتك 10000 باش بغيتي نعطيك احسب عليا احسب عليا لا ما عندي ما غنعطيك دابا ما عندي ما غنحسب عليك بقيتيش باغي نخدم ولا ما عنديش دابا سير تخدم هذا هو اللي نقول لك انا عطيتك اول البارح نهار السبت عطيتك 10000 دابا ما تعطينيش لا ما عندي ما غنعطيك دابا ممكن نمشي نتغدى دابا سير تغدى وما تعطرش وسير برك تما وشويه جيبوا لي سمير انا بغيت 10000 لا راه غنتعطل واحد شويه نمشي نقضي واحد الغرض وما تعطرش بزاف يلا الله يعاونك يا رب الله الصحة صبر يرجع يعوينا شي صبر رجع نشوف كيما كنت بقيت باغي والو من هاد الدنيا نهار يا رب نهار انا يا رب سوريا نعم سبا فك دابا في التليفون ما كنت كتهضري مالك اخويا نهار جبتيني نعرف سيني مقطوعة من الشجرة ما عندي والي ما عندي تالي ما عندي والدين نهضر معاهم ما عندي خوش ما عندي حباب ايوا هاد المره ملي نبغي نهضر غنجي اخويا تنتشاور معاك نقول لك راه غنهضر مع فلان ولا يجيو يتشاوروا معاك يقول لك راه حنا غنصوني وليا وانا كنصور فيك تشوريا بشويه الفا كنصور فيك ما تريش ليا فهاد المكان لا ما نبقاو دابا نطولوا في الهضره واحد السيد راه هضر معايا على حساب الثلاجه راه غادي يجي يشوفها يديها وشوف تتعطيني شي حاجه ديال الفلوس غنمشي ناخذ هذيك الثلاجه اللي عجبتني اللي كاينه في مرجان هذيك الثلاجه راه ما بقات لا ثلاجه لا حتى حاجه علاش هي الثلاجه الله شاري لها مالها شنو واقع عليها ما بقاتش كتبرد ما عاجبانيش باغا نبدلها وراه باقا جديده زعما شوف الله يرحم لك الوالدين بلا ما تزيدني خليني ناتي الدار كيف ما بغيت بارك عليا صابر عليك التعمه ما كتشوفش
شو مالك؟ شو مالك ما بقيتش تجرحيني بالكلام ديالك؟ استغفر الله العظيم. صديق ايوا هات عييتي من الجري وعييت والله الا عييت بالله خاصك شي حاجه وليدي هاد التيليجه اللي قلتي ليا غادي مع السيده دابا نمشي نشوفها راه دويش معاها وليدي راه اللحم ولا يخسر الخضره وليدي والله الا نمشي نشوفها دابا وليت عنلوح نهزو اللوح الصهد دابا شوف شوف وليدي الله يرضي عليك تكون من نصيبنا شوفها ان شاء الله انا ندير معاها دابا نمشي عند الدار نسيت كتسكن في العراق انا جيت حي الامان ايوا قريبه وليدي نتمنى وهي بيني وبينك راه طلبت لي الثمن ما غاليه ما نشوف ما هي راه دايره فيها 2500 درهم شحال 2500 50000 وانا عندي 26 دابا ما شوفوا ديك الساعه انا نعطيها جهدي جهدي وممكن راه بلاش تقسمهم لينا مسكينه الا بغات تقسمهم لنا انا نمشي غندير مع اي حل غنشوف اش نغدير وسير وليدي سير حنا محتاجينها وجاي جاي رمضان جاي تيجي العيد الكبير تنوحوا سير وليدي سير الله يحفظك لا راه هي الكوزين يلا الله يعاونك الله يسهلكم شكون شكون هاتيني كنصدق عليك السلام عليكم. وعليكم السلام. هي اختي اللي حاطه الثلاجه البيع اللي هضرت معاك في الفيسبوك. اييه هي انا. انت هو السيد اللي هضرتي معايا. ولي هضرت معايا. ايوا مرحبا. زيد اخويا راه الثلاجه راها. مرحبا. وشوفها ونتمنى ان شاء الله. مرحبا مرحبا. زيد مرحبا. زيد اخويا زيد. هاي الثلاجه شوفها. هي هذه. هي هذيك اسيدي. بعدا البوريا جرا ما كاينش لا لا ما بوريا ما والو انا غير طلعت لي فراسي وبغيت نبدلها هي راه قديمه شويه هذه بانت لي ماشي يو بارك راك عارف الثلاجه راه ضاربه شويه شحال الثلاجه واخويا اش غنقول لك انا عطاوني فيها 2000 درهم ولكن اش غنقول لك بغيت فيها 2500 ولكن على وجهك انت نقدر نخلي لك حتى فابور ما كاينش مشكل فابور شو ضحكي لي اختي واش كاين شي حاجه كتعطى فابور دابا اشكون مشكيلك احنا هذا عاوتاني اسكتنا مالك اش كاين يا ربي السلامه اشكون اشكون واش هذا السيد اللي جا مول الثلاجه الراجل ها هو بدا عاوتاني اش بغيتي مشكيلك احلى اجي سيدي عندي اجي عندي نهضر معاك انا اجي واخا هو غيجي عندك اصبر جيك في الراس ان شاء الله مسكين يا ودي انا اللي مسكينه غبنت راسي وتبعت الوالدين قالت لي تزوجي 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 بالفلوس وهادي وغتعيشي بخير انا عش خريامي وليت شاده راجل عمى قاس في الركنه سير اخويا عدو سير سير يا غنجي جلبك في القلب خزيت الو كي دايره سوميه لاباس عليك هانيه والله اختي لا توحشك كلشي مزيان السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دير الشريف لاباس سيدي لاباس عليك لاباس سمح لي بخير لا هاني تفضل سيدي تفضل الله يحفظك وقول لي نعم سيدي هذاك الثمن اللي قالت لي السيده راه بزاف شويه 2500 درهم قديمه وعرفتي راه مدقدق راه ضاربه شويه ماشي وسيدي راه ما نكذبش عليك هذيك الثلاجه انا ما عرفتش شنو واقع فيها راه يلاه نشريه جديده وهذا لا والله ما عرفتش بيني وبينك بزاف وانا ما نقدرش على داك الثمن والله انا قلت هذيك 1500 درهم 1300 درهم نقدر انا بانديها للوالده راه كاين هنا والوالده راه قتلنا السخون كنجيبوا اللحم كيخسر خاصنا نجيبوه نطيبوه واخو بقيت كنجمع شويه بشويه حتى شفت هذاك لانونس قلت نجي ناخذها وصافي واش غنقول لك اسيدي انا راه جات عليا انا طايب فابور
انا ما بقاش كيهمني الدنيا، ما بقات كتهمني حتى شي حاجه، لا فلوس لا حتى شي حاجه. لا شريف ما تقولش، ولا تقنط من رحمه الله. والحمد لله خصك تحمد الله شريف، واخا حالة راك عارف فهمتي، خاصك بنادم راه تيحيد لك حاجه ربي وكيزيدك في حاجه، راه ما عندك ما تا. ما نكذبش عليك، ملي مشى ليا البصر ما بقيتش حتى حاجه كتعجبني في الدنيا. الصابر شنو النهار رجع ليا الشغل. لا 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 ما تقولش بحال كله، مازال الحياه ان شاء الله. والمهم اشري دابا الثلاجه، شنو درتو معايا فيها؟ كيما قلت لك انا راه ما كون جات عليا انا راه ما كيهمني لا فلوس لا شي حاجه، ولكن يكون خير ان شاء الله. غادي ندير معاك ثمن مزيان ان شاء الله. مرحبا. قول لي يا ودي، انت قلت لي بغيت دير الوالده ديالك. حتى الوالده مسكينه مفرحه بها وصافي، راه حنا تنتقوا. يكون خير. راك مرضي يا ولدي؟ والحمد لله، الحمد لله على كل حال. شحال عندك من عام؟ عندي 28. شحال؟ 28. سبحان الله العظيم، قدك قدو. شكون؟ الله، شكون هذا اللي قدك قدو اشري؟ ولدي قصة طويلة. عندي يا ولدي، عندي ولدي تقريبا راه قدك تا هو، عنده 28 عام. والله يخلي لك اشري، الله يخليك. امين يا ربي. فارق مع مو ولدي بكري، وما بقيتش شفتو من هذاك العهد، ما شفتو ملي كان صغير. اسمح لي يا ولدي لعاودك شوية على حياتي. اودي انا وليت وحداني. اسمح لي نسولك، الفرق مع مو ديك السيده اللي قالت لي دابا راه المدام ديالو كما ديما بيناش لي والده دري عندها 120 عام، هذيك بينا في هي عندها 120 عام. لا ولدي دير على المره الثانيه. اي اي ترى غينا فيك حتى المره الثانيه، ومازال تزيد الثالثه والرابعه والخامسه ان شاء الله. واو انت اش غنقول لك، بيني وبينك هذا راه كتبان لي شويه وندمت. راه كتبان لي شويه قبيحه وشويه قالت لي غنتهلا فيك وغندير في عينيا. ربي يخلي على الله. واش غدير؟ شنو سميتك بعدا؟ سميتني عبد الواحد. متشرفين. بارك الله فيك سيدي، الله يكبر فيك. متشرفين. ودابا اش درتو معايا في الثلاجة الشريف؟ وشوف غيكون الخير. نمشي نتفاهم مع السيدة. سير. شوف حسب راسك، انا جيتي عندك ولدك عدو نفس السن ديالي، حتى عبرني انا ولدك، انا نخلي لك النمره ديالي عند السيده ياك، وحتى جيتي اي حاجه عيط ليا فهمتي، بغيتي تخرج بغيتي شي حاجه بغيتي دير شي لعيبه بغيتو، المهم فاش ما احتاجيتيني صوني ليا راه نجي عندك. والله ولدي شوف قسما بالله ولدي، الى سبحان الله العظيم سخرك لي الله. الله يحفظك. مرحبا. شوف ما تقولش هاد الهضره، انا مزوق صافي، اعتبرني انا هو عينيك. شوف اولدي شوف شوف انا ورا دابا راسي لينا دي، والله العظيم انا باغي نمشي للحمام وما كرهتش. طاب كرهتش يجي عندي شي واحد عندي كنديك الحمام ونديك الحلاق ضرب شي رازاج زوين. لا ودي حسن هاد الحياه، ديني غير الحمام ودي، راه ما توحشت الحمام صافي ان شاء الله. ولي صاحبي وجي عندي ومرحبا بك، راه الدار مفتوحه في وجهك. الله يا ودي جي في اي وقت، جي ولنا سنين. يلا خليت لك الراحه. يلا سير. سير الله ما صوبتش معاك الثمن، انا غادي ندوي معاه تصوب. لا تصوب معايا ان شاء الله، تصوب معايا ان شاء الله. كون خير. سير اودي سير. ولكن كانت مكتبه ديال الثلاجه في الراس، قال مكتبه ما كاينش مكتبه اش غندير. المهم وربحت الصحبه ديالك و... مرحبا سيدي، مرحبا. يلا الله يعاونك الشريف. يلا الله يعاونك. سلام. سلام اودي. يلا اختي الله يعاون. بالسلامه، ربي يخليك. سلام. هاي داخشي النمره ديالي راه راجلك عبد الواحد قال لي بغا يمشي للحمام، ما دير الحمام في سبيل الله. واخا تقيب هادي راه فيها الواتساب وفيها لابي. صافي خويا ربي يخليك. شي سمعها متشرفين. المهم اختي شنو درتي معنا في الثلاجه دابا؟ ريح بعدا ونتفاهموا. ريح. لا ريحت بزاف اختي، خلينا ما لي شحال انا بغيت نشوف حاجه هادي 1000 درهم. الوجه ديالي اكثر من الكره ما كاينش. هذاك التمر اللي قلتي لي راه بزاف اختي، راه مشيت انا نقلب على شي حاجه على قد الحال، بغينا نبردو المويه ونحطو شويه الدجاج وشويه الخضره باش ما تبقاش خسر لينا وصافي. يا سيدي غتحط الماء والدجاج و اسيدي تاخذ لك فريكو كاع مزيان، هادي راه كتبقى تزرب تزرب تزرب. راه التمر اختي قلتي لي راه ما كاينش، فهميني الله يرحم لك والديك، شحال بلاتي انت لك تجاهدو.
واش دابا قلت لك راه ليا شي حاجه؟ يا سيدي سير جيب هوندا وهز جره عليا. بصراحه بصراحه نقول لك انا ملي هضرت معاك في الفيسبوك ومهم اسمح لي انا راه كان عندي شويه ديال الفضول ودخلت وشفت التصاورات ديالك وهذا تبارك الله عليك غزال ما شاء الله. بصراحه عجبتيني. كيفاش عجبتيني؟ وهادشي علاش قلت لك الثلاجه ديها اختي الله يرحم لك الوالدين. عشو ما تقول هاد الكلمه هادي حشارمي داك السيد اللي مجوجه بي وانتي راه مرت راجل انا ما خفتيش مني خافي من الله. داك الراجل انا بغيت ربي يدي عليا ويهنيني عليهاش من النهار لبس عليه البيضه يا ربي راك تتشوف انتي اولي شي ما نشرو الثلاجه ولا تقول لي جبتيني راه ما هضر ما والو هادي الله يرحم لك الوالدين. واش ودينا للحبس اختي ولا شنو ابنا قسمنا الثلاجه كاع سير اختي مابقاش باغي يشري الثلاجه لا والو انا الله يرحم لك الوالدين واش حيدي اختي بعدي مني كتجيب حتى هو كيتنيطر سير على ردك. ولكن وليدي والله ما مشي عبيا ولا بيك عبلاتي مشي نشوف هذا هو اللي قاسي تشكى اللي جا ولا تشكى عليه. واش شريف انت كيفاش السيد عجا عندك دغيا تصاحبتي معاه وليتي باغي تمشي للحمام وليتي ما تمشيش للروضه ها بغيت ربي ان شاء الله يديك الروضه ولبس عليك البيض وتفك تفك منك وندوز نهارك وندوز نعيك يا اخي شويه ويلك الجناب ان شاء الله كان نهارك حل. تابعت انا الوالدين سيري تزوجي غتستري غطي راسك الراس مغطي احسن من العريان راني تعريت واخضع مقاسيه في الركنه. شو مالك خلينيها مني المرضي وزيداني تابعت الكلام ديالك اخويا ولا علي جاب لي تشكى عليه انت ها دايره ليا ها فاعله ليا ها ناري بغيت نمشي للحمام بغيت ندير بغيت نفعل مالك اخويا كرا قلتي لي مجوعاني هادشي اللي بقى نيت. انا لا راه ما تشكيتش علي ما هو الهضره اللي كتقولي راه ما فيناش غير بان ليا دربي مزيان وضريف وقال لي الا خاصك شي حاجه قلت له ما خاصني والو عرفت انا بغيت ان شاء الله يجيو يهزوك مرابعه بغيت ان شاء الله يا ربي يا الا كانت شي نيه يدخل عندي التابوت ويهزوك ويديك ليا ونص البيضه العاشق البيض عاشق البيض والله تاع عاشقه تمشي تفصل لي شي جلابه تهنى منك العقربوش. سيري هاتك ليام بصحتك جيتيني على قلة الصحة وجيتيني في ايامي قسمك بتاتوري على خمسة ما تقديش تنفل فيه وتهضري قدامي بقى العديان قرع كلي على قرع عديان موشينا موشينا على آخر الصحة ويشينا يباس رجع الله الحمد لله بعد حيدنا هاد المكينة أمك رانا الفرك بيدي قطعة كيلي جيسان الله وليدي ها مضى غتجيب الثلاجة كلا الثلاجة الأول أمك مالو وليدي ما شبعتكش تبقى مشكلة أمي وحق الله إلا ولينا عايشين في حال الوقت لا إله إلا الله محمد رسول الله وحق الله العظيم أشنو غلات عليك؟ علاش عليا ما والو أمي مشيت عاد دابا ناخد الثلاجة إيوا دخلنا شناها قالت لي 2500 درهم بقيت معاها شويه بشويه من هنا من هنا كدا تاوي معانا صايبي معانا الثلاجه راه بغيت نشرب مي نمشي بغيت نديها راه حنا قهرنا السخون وهادي وهادي سيدي تزرني بدات تقول لي جبتيني وديها فابور ما ديها فابور السيده مجوجه وراجل العمى ومريحت وخايشه ضربنا والسيده ما كتبرق ما كتخاف من الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم ما نكذب عليك بالله بالله من الشيطان الرجيم يا ربي السلام واش هاد الموسخة صافي وليدي ما خاصنا ثلاجة ما بغيناش صافي عرفتي شي نهار غتوحل لك شي موديل تولي وليدي داخل الحبس ما خاصني ثلاجة بارك عليا نديرها خالية ونبقى هانية تزاهي السلامة يا سيدي يا ربي السلامة يا ربي السلامة شوفي أمي من الله ما بقى يعجب بالله ملي ولات السيدة راجلة مريح وما تتحتارموش وما تخافش من الله بقى مزيان إيه وتا وليدي مني ما باش الراجل ما تدخلش من الباب شوف شنو امي انا عارف انا بندخل شوف الثلاجه واش الثلاجه تخرج ليا الزقه وليدي هو غادي ندخل شوف الثلاجه دخلت نشوف الثلاجه تولينا في هذا الشيء طال وليدي طال عرفتي السيد مسكين محن وبقى يشكي عليا وانا باغي يصوم معايا في الثلاجه جيبه الله وعليا فضل النهار وهو انا مسكين عرفتي شوفي بقى فك
مسكين عدي علي واش هما وليدي ما خاصناش الله يرضي عليك بقى انا غنتزوج ما والو انا بقيت انا بغيت ثلاثه وليدي ما خاصنيش عبود الزواج هذا اللي كان غيدير لنا بحقه يا وليدي بصح قال لي حوتها خنزلت شواري نبدا قولي كيف كانت البشر بسم الرحمن الرحمن خلق كل شيء مسان وصلت على النبي العامر وجهه بضياء جنان وصحابه في كل زمان تشوريا تشوريا نعم عارفه كل ما عيطي لي على داك الدري اللي كان بغى ياخذ معاد الثلاجه شو ما بقى الجوع وقلت لي ودي جي باش ديني الحمام شو لهدا الله جا بغا يديني الحمام راه حياتي ولات حالة علاش شي ولات كيفاش الحمام نعم والو كنتك واخ شوف ياك النمرة باقا عندك هيا عدي انا نشد دابا شو عيطي لي عيطي لي الو كيجوش عاصيما وي السلام عليكم لاباس لاباس الحمد لله شكون معايا معك سوري عرفتيني عرفتك شوفي اختي الله يحفظك انا مابقاش باغي الثلاجه لا والو الله يرحم لك الوالدين اختي مابقاش تصوني لي عطاني اتساع ادويش معاك هذيك النار اخويا راه ماشي على قبل الثلاجه انا علاش هضرت لك دابا راه غير عند واحد كنتي قلتي لي باغي تدي للحمام ودابا راه ناصقني باش تمشي معاه للحمام الله يعطيك الصحه ايوا صافي ملي الحمام مرحبا ماشي مشكل قولي لي مرحبا على وجه هو صافي انا واحد نص ساعه وغادي نسالي الخدمه ونجي عندك ان شاء الله يلا جمعي لي حوايجو يلا الله يعاونك سلام شنو قال لك؟ ها هو قال لك واحد نص ساعه وغادي يجي عندك ياك اه نص ساعه وغادي يجي عندك ايوا انت بالله جا انا غادي نمشي نريح شويه في الشميشه على ما جا يلا سير انا غنوض نجمع لك حوايجك سير يا جمع لي الحوايج غنجمعهم لك ان شاء الله وغنتبعهم لك صدقا في الروضه امي سال سال نعم وليدي شنو السر ديالي انا وليدي كراتم انا ندير هذا شنو جمع يحوج الحمام امي نمشي للحمام الله يحفظك انا مشيتي وليدي عندها لحد واو يا سيدي سير الحمام راه زين شي نتكسل تما مشيتي سير الله يحفظك دير لي داك الصاك الزرقاء ودير لي الصابون البلدي درت هي خرقه سير ودار لي قال كيس ثاني كي داك المره حتى فين ما مشيتي تجيني بلا كيسو انت واش تصدقهم لا لا ما ها ويلي وليدي كل مره نشري ب 300 صافي صافي هاد المره لو درتيها في جيبو كلشي صافي يلا صافي يلا سير ولا تعطش انا ديتك سيروس تعطش ابي دابا كنبغي نعس نتكا شويه نبقى نتسنى صافي يلا شكون السلام عليكم السلام عليكم سي محمد زيد كلمه لي اختي عبد الواحد سي زيد راه كنجمع لي في حوايج زيد سير اختي كنبغي لا ما نزيد ما حافظك طقي الى حتى ما كتجر معاك داير كالعصبه لا كنقول تشوهنا مع الجيران نمشيو للحمام الله يرحمك الوالدين غتعطشي للحمام يا لا بالي سير صافي بحال جايب لي الحنيش سير اختي الله يحفظك قفقف شوف شوف جوج كلمات غنقولهم الله يحفظك دون معايا بحال ما خلي بيناتنا المسافه الله يحفظك مسافه فيا كورونا انا سعد واحد اشريف
وكاين لعبد واحد من الدوماي ما تقيسيني من الدوماي ما تقربي لي الله يحفظك اسمحي لي من الراجل خليني لك افتقار الله يحفظك المعقم ونقيسك شوف هذا ديال المعقم شوف شوف دابا صافي بلا ما كنزيدو نكثروا في الهضره آه. جوج كلمات غنقولهم لك شنو هما يا غدير داكشي اللي كنت قلت لك داك النهار قلت لك تبارك ما كنتيش غديرو عرفتي شنو واحد صويت عندي عشقتو لك صباعي فوتنية ونجمع لك أمة لا إله إلا الله قرتي اللي فيك يا عمارة يهبط ليهم عطيني الحبس دابا أنا بغا ندير بليزير نجيبو نسيت الدجاجة نجيبها ندي راجل حمام وتشوف ديني الحبس مخاطرش جاب لك الله الدجاجة بكمونها وانت ما بغيتيش باش تعرف راسك منحوس باش ناكلش الدجاجة اختي جيبي لي الله يرحم باك راجل خلي نمشي نحل تاكل بيبي دابا ما تسمع شو دابا ما كنضحكش معاك لحد الساعة باقي كنسيو حسيت انسانة مزوجة لي افتقار الله يرحم لك والدينا انا راه ماشي من هذاك النوع اللي كتعرف اسيدي انا عم قد ما مزوجاش شكون؟ اه شكون؟ واقف انا غنحل ناس زيد اختير السكر راك عارف عندنا هذا ديال العود زين ما كاين الصاكه واش انا خارج ندير الصاكه واه انا كاينه في الدار مالنا ما غنحلوش عليك باقي ما جاش السيد مازال ما جاش خاطر هذاك تاور ما عنده كلمه شو شي يجي ولا عاد لك خاطر قال لك واخا دابا يجي دابا يجي باينه فين سير دخل الصاله اللي درتي حاج اش ها الصاله ها الصاله انا عارف واش انا ما عارفش واي عارف عدك عدك هتدخل أضر الدار على وجبان ولون الراس ما تلا كيف كان والضحك الفات والأحزان عفرو على وجهي وديان عدت كبير وعمري ماشي الزمن يجري وفي حياتي أوه. شفت أصحابي وشفت أحلامي يضيعوا واحد عقب الثاني أهل حال الدنيا والدنيا ما تدوم على حال علمتني الدنيا دوام الحال محال أهل حال الدنيا ما هدوم على حال علمتني دنيا دوام الحال محال نسيت هو واش نسيتيش غادي؟ عا مشيت للحمام لا والو امي انا علاش؟ مالك انا هذاك السيد اللي قلت لك هذيك المره اللي قلت لك هذا قلت لك عمال اللي قلت لك ما تناخذ ما دمت الثلاجه مالك اش خليت لي النمره قلت لي الا احتاجيتيني فشي حاجه ولا شي حاجه صوني ليا قلت لك هذاك القوم عطيهم تيساع ودابا امي صوني ليا قال لي ديني الحمام مشيت غندير الحمام وانا غادي على نيتي دخلتني مرتو للدار سدت عليا الدار وقالت لي يا قالو لي حنا قلت لك ما بقاش شي عندها اويلي اللي دخلت وسدت عليا الدار واش جاك عندها وانا راه غادي عند راجل باش ندير الحمام انا اش بغيتي هي اسيدي ما تمشيش عند راجل انا بغى راجل يمشي للحمام شي شد كسان اويلي وليدي واش تصطيتي ولا ما كنتش بغيتي تدخلك نحبسو فين كاينه المصيبه راه حفظني الله والله يحفظني الله بالله سدت عليا الباب وقالت لي غندير يدير صباعي وغنعيط لك على الجيران وغنعيط لك على البوليس الا ما درتيش معايا شي حاجه ما شي حاجه قلت لي اختي سيري بعدي مني الله يرحم لك والدين بالسيف تعب شويه وي ويدخل راجل دخل المسكين جاب الله ما تيشوفش ما شافنيش وانا نسلت وانا نجيب حالي هاتي ناقص من الحمام فين ساكنه هاد الطحان فين ساكنه في فليراك تمايا حدا الجامع ديال الرحمه جيت صالحه لك الخيط عند جنابتي ما عرف داك السيك شور تما طاح المصيبه والله اليوم على مشيت لان قلتوا لي هادي رايح امي فين كيفاش نريح شويه كنتي غتدخل للحبس كيفاش نريح هاويلي على نريح هادشي كيريحوا عليه الناس هاويلي مزيان تبارك الله
هاني تما سيري شوفي تبري منا قولي لها ما فتيش عليك ولدي راه غادي تشوفي معايا شي حوايج ماشي تا ليا. الله عليا هاني انت اللي غتعرفي ليا. بنيتي ها البنت اش بغيتي تسولك اش سلامة اش بغيتي تسولك تاك الدار ديال داك السيد اللي ما كيشوفش هاي كاين هنايا في هاد الدار الكبري ولكن كاين في البروميان الطبقة الأولى. الله يرضي عليك بنتي صافي شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي هي مرض داك السيد اللي بصير ما كيشوفش؟ هي انا كاين شي من قديم ولا لا؟ هي ما نقديو. سمعي مني شي غنقولك واحد جوج كلمات. الا كنتي بنيتي موالفه بالزناقي والتزنديق ما تديرهوش في قلب دارك راه حشومه وعار. لا لا حد داك السيد ماشي هاد الهضره كتقولي كيفاش تزنديقوا برا والزرقه كتعرفيني بعد تشري هاد الهضره؟ سمعي بنيتي سمعي ولدي جاي يدير غير اجر في السيد يدير الحمام ولدي هو اللي جاي يشري من عندك الثلاجه الا كنتي انت باغا تبيعي الثلاجه جاي يدير اجر في السيد ما كيشوفش يديه يغسل عظيماته باغا تدخليه للحبس هذا هو اش خلى هذاك هذا هو خيره تقي الله وليدك راجل بزاف عليك ابنيتي وليدك مصيفطك باش تجي تبريه بزاف عليك ابنيتي ياك ما ضربتها راجل يبكي شوفي راه هادشي اللي كديري ما غادي يبغي لا ربي لا عبدو راه حشومه عليك تزني في قلب دارك احترمي داك الراجل اللي مجوجه شنو باقا باغا اخر انا اللي ندخل لسوق راسك شوفي الله يرحم لك الوالدين ما باقا تصوني عليه ما باقا تقربي لي انا كنهضر معاك فوتي عليك ولدي صوني لي ونقرب لي زعما عندك واجر صار الشعر يكون ما بغا يكون انا لا فوتي فين ديها في راجلك اش هاد الصداع انا لا مع سيدي قول خلق لنا شويه السعاده خلق لنا الجو حيد هادشي حيد تزقايا قال عديان 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 فاطمه اوه وقنغوش انا درناس درناس وتي لاش ناس خويلي تي هرا هكذا خويلي بحياتك دا ساروات ما شاء الله خانس دي خانس قولك دار بريه واي والله واي والله واش تصيد مصيد فيا واتشي صيد صيد واي ما تكحلك وما سحر قصي واتشي عام غبونك حكوا لي انا لما بغيت نكحل واحد ما كيجي حتى ثلاثة ديال الليل واخا ما دنم احشي كحل خلي اربع انا دابا يا ويلي نغطي الرفيسه مع الثلاثه يا الله شديري الرفيسه بالله بسم الله ارقد ترقد ناسوي شوف يا شو ما لقيتش كدير في الدري راه حرام عليك والله حتى حرام عليك الدري قاري الصباح مع 8 وانت ما جيت حتى تقول لي الرفيسه ما الدري مخلي بيت في الزنقه حرام عليا الله يرحم والديك راه ماشي نوضي وشوف يا بغيت الرفيسه الليله الليله كيفاش تجيش باش ندير لك الرفيسه شديري انا الرفيسه العام يا اخرى واش انا اللي باغي رخيص انا اش صباح ندير حتى تخطا وتاخذ نوض ندير لك هي اللبسه الطربيه واش باغي ديري هي الوالدين راسي باقي دارني الله واش باغي ديري رخيصه الله يرحم الوالدين والله الا راسي باقي دارني واتير عيت ما نضرب انت اش غنضرب انا بارك عليا من الضرب بارك عليا انا من الضرب رقدي رقدي شوف يا انا خليتك الدار وخليتك ولدك في الرادي شوفي علي جاب لي مين واش كيحلفوا الرجاله سي
راكي طالقه طلاق تي علاش ما نقول لك شي كل عندهم بلا مشطره شيطان قول راك شارب والله ترى راكي شوفي راكي طالقه طلاق تي علاش راه بيري مين راك شارب نقول لك شارب انا صومي باباك وليدي ميت حي الله يغبر لي الشقف ضيعني وضيعك وربي ياخذ فيه الحق هاجي وليدي هاجي الله يخليك ليا غنتحط عليا الراس ونحط عليك الراس تيحن الله مولانا شكون هاد سوريا والو والو عا واحد المرحبا غدي داكشي ديال البال خسر خسر ما عندناش ولا غدي البال ديرنا هاد الشوهه قدام الباب سير خطات مسطل تعطلت وما هزاش ما كسيروش من قبيل وانا كنتسناو تيعرفاني امي انا راه ما كنغيش نبقى انا في الدار عندي الوقت ضيق خاصني نمشي للقهوه نمشي لهنا حشوم عليك كاع غتحشوم عليك امي مالك امي وليدي شنقول لك مالي تقول شي يمشي شي هذا ديك خيتي باش عرفتي الدار بقيت وليدي كنسولت وراوني الدار ياك ما دار بشي ما ولا شي حاجه ولا ديك اللي طيحت لك شي باطه ديك واحد اللفعه واحد القرطيطه راني شنعرف انا امي انا عارفك تدري ويشه ديال الخبز ربي في قبضو اش تاك لي امي كاع خليني مني لي انا مابقاش نقرب وحنا في داك القنت كاع يا ريت يا وليدي كون ما مشيتش يا ريت يا وليدي كون ما مشيتش كون ربي تقل لي رجليا وما مشيتش انت شنو واقع دابا شنو واقع راه خربقتيني انا شنو كيفاش يا ريت كون ما مشيتش غادي نقول لك اوليدي مشيت ودلوني على الدار وخرجت ليا ودرت معاها وراك عرفتي وصافي تبريتي منا دابا ما تبقى تسول فينا ما نسولو في طن التساع مرت الراجل تمشي ديها في راجل مسكين راه مريض مسكين راجل ديها فيه وتمشي تقابلو وتبقى تجلس كدير الفعيله ديال ديك السيده ما فهمتش انا جداني انا النهار الاول انا اصلا انا تمشي انا نسول عليك في الثلاجه كاع الثلاجه غا سبب لا جا سبب باش نوصل لها الطريق اللي بغاني الله نوصل ليها تيش من طريق انا انا كنهضر معاها وخرج راجلها هذاك السيد العمق عطيك السيد الله عمره دار الله يلقى فيا مسكين وحق الله العظيم انا شي تنقول شو هاد السيد هذا مسكين كيدير وملاقي مع هاد اللفعه الكحله وجالسه باغا تخونو وباغا تما وحق الله العظيم الا بقى ما يعجب راه قلت لك هذيك النهار شنقول لك انا شي هذيك شي امي وهذاك السيد الله يعمر دار شي انا امي هذيك السيده انا كرهتني في الزواج انا مابقيتش غنتزوج انا في طريق هذيك السيده اللي كدير هذا الشيء قدام هذيك السيده اللي مسكين الله عمر هذاك السيد اللي كتقول عليه مسكين ما تقولش عليه مسكين هذاك السيد راه ماشي هو ذاك السيد اللي كتشوف دابا انت مالو شكون واش كتبك كيفاش فين غندير لك يا سيدي ربي واش تعرفيه ولا شنو كنعرفو فين تعرفيه هذاك هو باك الله يرحمو كيفاش باك الله يرحمو كيفاش كيفاش وليدي ما غاديش اول مره تنسمع هاد القضيه ديال باك الله يرحمو انا وليدي غادي نقول لك كلشي غادي نحيد عليا هاد الثقل اللي ديما هازه ولكن راه التقليد كيتحملو هو ماشي انا اللي سمحت فيك هو اللي سمح فيك هذاك هو باك وباك ما ماتش باك ولدي عذبنا وتكرفس عليا وكان ديما السكره الليل والنهار وسمح فينا وخلانا انا وياك وعشنا المرار وكبرتك بالخدمه عند الناس وتكلفت عليك باش كبرتك واش غتبغيتي نقول لك دابا دابا بلاتي بلاتي دابا بلاتي 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 الله يرحم باك امي وليتي دابا واش هذاك السيد راجل هذاك السيد هذاك العمى هو با ولاش انا كذب عليا 28 عام تقول لي باك مات من مصلحتك اوليدي نكذب عليك حيت غيبقى ديما خاطرك دارك وغتبقى ديما مريض وسط صحابك وغتبقى ديما اللور اللور اللهم نقول لك مات ودفنته ونبقى نقول لك الله يرحمه ولا نعاود لك على القيستو اش نقول لك سمح فيا وفك
نقول لك كان كيهز يدو تا السما وكيفرق ليا راسي وانت حدايا. ولكن هادشي ما يخليكش ما انك تكذبي انا تقولي لي انا 28 عام راه باك ميس. وهذاك علاش انا تنقول لك انا فين مدفون نمشيو نزورو وكتقول لي ما عرفت فين مدفون هنايا في الروضه ديال اسفي ولا الروضه ديال كل مره كتكذبي عليا ومخليه لي امي انا محشومش عليك. شوف اولادي كون ماشي السبب ديال هاد الثلاجه كون باك بقى ميت ديما حتى هو ما سولش عليك عمرو سول عليك عمرو قلب عليك عمرو عارفك انت بعدا واش ميت ولا حي عمرو عارف واش انا مت وخليتك انت الزرقاء وعارف ما عندي انا لا حنين لا رحيم راه هو كان ميت في الدنيا علاش انا درتو ميت حاجي فين غادي شكون اصبرتوا مالكم ساكنين حدا الباب قلعوا ديو معاكم اخلاص كاين عبد واحد ماك اخويا مدرب دخل الزيبه مدرب ما كاين ولا ما كاينش ما دخلك هاري ليا ولا واش كاين تا شويه مالك كاين ماكش باغي قدامي علاش راه كيدافع معايا اش كيدير صباح الله تريك الناقصه مالك اخويا دخل عليا الزريبه عندنا ارحم لك الوالدين الساعه بالواحد السيدة تشبع من الله يحفظك خندوي معاك واحد الشكل ميس اشريف راك دخل قلب دارك تقول لي السيده باش تبعد منا دوما مرتك تري ليا ولا مالك دوما مرتك خلات شي واش حنا نهضروا مع الرجال ولا مع من نهضروا شوينا وبينا ما تخرج عليا خويا راك تلي قاسك قلب داري انا جاي عند السيد ما جايش عندك هاني لا جيب كانون ان شاء الله سير الكوزينه خلينا نشوفوا يلا سير سير اختي الله يعاونك سير مالك سيدي داخل كتغوش علينا في قاع دارنا مالك ما كاين باس وخليتينا كنتسنى فيك قلتي لي غادي نرجع عندك نديك الحمام بدا الساعة بواحد شنو نقول لكم منين غنبدا وباش غنبدا حول الله قوة الا بالله مالك لاباس تي وقت الدنيا صغيرة الساعة عبد الواحد وصغيرة بزاف ياه هادي عندك الصح فيها سميتك عبد الواحد ضياء ياك عبد الواحد ضياء وكنتي مزوج بواحد السيدة سميتها فاطمة ياك واش عرفتي ودي هذا ايه جاوبني ايه كنت مزوج بواحد السيدة كنتي مبلي شوية بالكاس كنتي كتضرب الكاس وكنتي شوية طاغي وكنتي السبب اللي خلاك تطلق من مرتك الأولى فاطمة هي أنك كنتي كتضربها وكنتي كنتي سكران وكنتي مداعي بالقوة ياك جاوبني ولدي هذا راه ماضي قديم عدي وراني نسيتو وكنطلب الله يغفر ليا والله يسمح ليا من هذيك السيدة علاش ولدي كتقول لي هاد الهضرة هادي شكون اللي قالك هاد الهضرة هادي وشكون انت جاوبني راني داوم معاك اسمع انا هو ولدك انا هو ولدك اسمه محمد امي هي فاطمه اللي كنتي مجوج بها انت ولدي سيمو شادو ولدي شوف نسى عليا هادشي كامل نسى هادشي كامل شوف نسى هادشي كامل اللي غنقول لك هو هاد السيدة اللي نجوج بها هاد اللفعة هادي راه ما خداماش لك هاد السيد راه ما تحتارمكش هاد السيد راه ما تقدركش ياك دخل اللفعة الدار راه إلا جيت نقول لك شي حوايج راه غادي دماغك يهرب عرفتي دابا اش غدير تجمع حوايجك وتجمع للدار يلا اجمع حوايجك عيط له وهاديك خيتي نو شوية علاش غدير من كل الحوايج نو الزلاط هذا علاش باغي ديه معاك زيد راه قدامك الطريقة زيد خلي ليه الحوايج وخلي ليه كل شيء السيدة ما خدامهاش لك اصاحبي ودي راه محنات لك زعما انا كتعيش معها شتي بحالك فيا خاصني شو ولا مارك كبير ساليتي سيدك خيتي راه عندها سميه دابا بحال باها ضروبه وانت سيري اش كنضروبه السيد ميكرو غادي بعدا بداك السيد فين غادي بيه غندي هذا با
هذا با، هذا هو با اللي ما عشتش معانا 28 عام تتلاقى معاك تيين ماركه كديرك سيدي بحالك ماركه اخرى. زيد با زيد 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 بو على كمارتك تريكا كي دايره المارش طاب تلقى على البحر الله على راحتك هنيت يا ربي نبقى نصوله نشوف ميت. علاش انا واحد القبر هو سديتو ومشيتي انت بغيتي تحييه ولكن شكون هذا قلتي ليا ايه باك يا با نخليه انا مع ديك اللفعه ومالو هو خلاك معايا ملي كنتي صغير وخلاه يسمح فينا وزاد واتي امي شوفي هاتي شو الحال اش غنشوف هذوك راه ذنوبنا شوف ما يبقاش فيا امي باش نكون انا مرضي معاكم ومرضي مع الله سبحانه وتعالى اللي عليا انا درتو انا عليا انا مسامح راه شو مسكين اللي فيك فيه راه اصلا انا في الاول قبل ما نعرفو راه بربقى فيا انا مسامح وما بقاتش فيك امك واش بقاي فيا امي ما بقاش فيك امك واش داز عليا ملي خلاني واش بقاي فيا امي ولكن انا الناس طلبتهم ديت يديا باش سعيت باش وكلتك ما بقاش فيك هذا الشيء امي ان الله غفور رحيم دابا تسالا مشاتلي الايام وسلم القرعه وسلم الحيحه وعاد بناني حنا عاد جاي معاك فيك شحال هذا ما قلب عليك انا مصفي رقبتي بيني وبين الله انا نخليكم بيناتكم اللي اتفقتوا عليه انا معكم فيه السلام عليكم ودي الله يبارك فيك اختي فاطمه انا فاطمه درك اول حاجه كنحمد الله اللي تلاقيت معك باقي بالحياه وان الله غفور رحيم خصك فاطمه ياك خصك فاطمه قلتي تزرفتي انا فين كنت نشوف والضرب ليل ونهار وسمحتي فيا انا ولدي ما عرفتيني واكله ولا شاربه ولا ميته ولا حيه هادشي كامل ما عمرو داز لك في عقلك تبالك دابا ولدك فاطمه راه الصغر صغر قلت العقل وكان بنادم طايش والصحه غالبا على العقل ايوا معليش راه انت مولات القلب الكبير راه الله خلص كل واحد والحمد لله كنتي عايش معايا في النور الحمد لله ياك ولا لا ما حمدتيش الله ايوا خرجتي وليتي عايش في الظلمه وانت باقي عايش فيها دابا نكذب لك كاين الله ورانا قايشه كيقول لك صيد النعم يلقاها يلقاها الحمد لله انا كنت خلص في الدنيا انا كنخلص مزيان وعند ربي راه خاصك تسمحي ليا تاكسي كتعرف شي ربي كتعرف الله وكتعرف ايوا معليش الله كيسامح قول لي بعدا كي درتي تا وليتي بحال هكا ما كتشوفش ووال وسهله مهله سبب غير جلاله قالوا لي خاصك دير العمليه سهله مهله وعلاش ما درتيش لها العمليه وبقيت على الشابات فالح في الزواج صبقتيه عويناتك سليتيو صح عندك صح كون عاشي زواج بعدا راه عاود ليا ولدي ايوا هادشي اللي قسم عليا الله هادشي اللي قسم عليا الله وقلت العقل والبليه ايوا ودي اش غنقولك عفا الله ولا باقي بليتك وفينا هو الجد وفينا هما الفلوس الحمد لله عفا الله ايوا طلب الله يسمح لك وربي تسمح لينا وتسمح انا مسامحه لك دنيا واخيره مسامحك مسامحك سامحك لا مسامحك سامحي لي سامحي لي سامحي لي سامحي لي يا ربي انا ما دوزتوش على القليل مسامح كريم والحمد لله الحمد لله طلب الله يسامح لك كنت مشوش اذا سمحتي لي ان الله غفور رحيم ايوا الحمد لله هادشي اللي بغينا غير ايوا الشدة الله لك فاطمه امي امي فاطمه شوف الا كبرتي يا وليدي السيد شوف الحاجه الوحده اللي خاصك دير اول حاجه هي الاجراءات ديال الحيطه اللي هي ديك خطنا هذيك ديك المصيبه اللي عندك في الدار شوف عندك الدار شوف الدار باغي نتزوج بها انا فهمتي هي راه ما تزوجني شوف ها
باغا تقعدش هذيك، باغا تقعدش ايوا صافي ملي تسامحت هو داك هو الرباح صافي الشيء اللي بديت كتب جنبي دابا حدايا كان شحال قراني صافي يا صاحبي دابا راه كاين ولدك معاك صافي دابا شوف من غدا ان شاء الله نمشيو للمحامين نديرو الاجراءات ديالنا اصلا ما خداماش الحمد لله ايوا ماشي كانت ريقي بيان انا اللي ضيعتو اندمتي انا على كاع اللي درتو عرفت كنت بحياتي